ذكرى المولد النبوي الذي يعتبره المغاربة من أهم المناسبات الدينية منذ قرون. تبدأ فيه النساء بالزغاريد منذ الفجر، وتكثر الزيارات العائلية بارتداء الملابس التقليدية للكبار والملابس الجديدة للأطفال. تتزين الشوارع وتكثر الصلاة على النبي، وفي المساء تمتلئ الزوايا والمساجد لتحتفي بمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء عبر ترديد الأمداح والقصائد التي تتغنى بالنبي، أشهرها قصيدة البوردة. وخلافا لدول المشرق العربي، فالدولة المغربية خصصت يومين عطلة من أجل التفرغ للاحتفال بهذه الذكرى. فالمغاربة يعتبرون ذكرى المولد النبوي مناسبة من أجل تجديد الصلة بسنة النبي الكريم والتفكير بوصاياه وفضله على العالمين. هذه كانت خبار خاصك تعرفها، وهذا ماشي موضوعنا. دابا انت كيفاش تحتفل بهذه الذكرى؟